سؤال لابد أن أضع أمامه علامة استفهام، أن المواطن حين يتجسس لصالح بلده طبعا فهذا ليس بتجسس بل هي مهمة وطنية. ده هيجرنا لسؤال عن المخابرات، وحضرتك قلت أي رجل أو سيدة، وفي عهد صلاح نصر سمعنا قصصا كثيرة وحكايات عن استغلال المرأة والجنس في الحصول على معلومات أو في تهديد بعض الشخصيات أو مسؤولين من دول أخرى. هل في رأي حضرتك، وكنت رئيسا للمخابرات العامة، أن هذا عمل وطني؟ نعم، نعم نعم، هي أداة من أدوات المخابرات العامة، ولكن اسمحي لي بقى، أي بأي غرض يتم هذا الموضوع؟ شعرة بين استخدام الجنس للصالح العام ولصالح الوطن واستخدامه للصالح الشخصي. يعني يكون انا ده حرام يا على فندم، العمال، ده ولا حرام، احنا جهاز، معلش يعني ما احناش في وزارة حرام. الاوقاف. احنا بنتكلم في فعل حرام يا ستي، انت ما بتتعامليش مع مشايخ الازهر، انت بتتعاملي مع جهاز المخابرات العامه، وجهاز المخابرات العامه ده في حاجه اسمها ديرتي وورك. يعني حضرتك دلوقتي بتوافق وتؤمن على استخدام الجنس في أعمال المخابرات؟ نعم نعم، هذا ضد الدين وضد الأخلاق وضد القيم وضد الفضيلة وضد كل شيء في الدنيا. يعني الغاية تبرر الوسيلة، ونقول ده من أجل الوطن. الغاية بتبرر الوسيلة. ده ميكافيلي اللي قال كده، وكان يعني إذا كنت بقى هتتكلمي على كتاب الأمير بتاع ميكافيلي، هو كان يعني غاية الدولة تبرر الوسيلة التي تستخدم لتحقيقها. ويمكن موسوليني عمل رسالته في الدكتوراه على هذا الموضوع. على اي حال، هذا الموضوع، ما هو انت بحقولك على حاجه، وحده القتال في القوات المسلحه تقتل طيب دفاعا عن الوطن، وكل ما قتلتي اكتر كل ما خدت نياشين اكتر. ده دفاعا ضد العدو. ما هو ضد العدو باي وسيله، يعني بتيجي تخبطيه بقنبله او بصاروخ او بتدمري له حاجه او بقنبله حارقة، لغرض ايه؟ الدفاع عن الوطن. انت بتستخدمي هذه الوسيله، مش كده؟ انت بتيجي، بعض الناس بتروح تفتح خزنه. يعني ايه تفتح خزنه؟ يعني هتسرقي منها حاجه، وثيقه، او تحطي حاجه لجهه ما وهتفيدك وترجعيها تاني مره. ليه؟ للدفاع عن بلدك. حضرتك لما بتيجي وانت بتقاومي العمليات ضد التدمير وبتقتلي الارهاب، بتقتليه لانه هيقتلك وهيدمر البلد. اذا زي ما بقول لك، انا في فرق كبير جدا. ابدا لا، حضرتك لما يكون عندي انا مثلا فنانه معروفه او حضرتك اسمعني بس، لا يعني، او شخصيه بارزه واصورها في يعني، وكان صلاح نصر اعترف في مذكراته بالسيطره على العميلات، ان بيسيطر على العميله عن طريق تصويرها في اوضاع جنسيه او على العميل لاخضاعها للجهاز. يعني لا، يعني هو عايز يستخدم فلانه فيصورها في اوضاع جنسيه، وبعدين يجيب لها الصور ويقول لها لازم تتنفذ لنا الاوامر بتاعتنا. دي نقطه من انواع السيطره القذره تماما. ما اسمها هي قذرة. ما هو انا بقول لك على حاجه، ما اسمها عمليات قذره. لما تيجي يعني حضرتك توافق؟ بس ده انا موافق. موافق على ده؟ طبعا. بس ده ده, ده. يعني حضرتك ممكن تعمل فيا كده عشان تحصلوا من معلومات من واحد انا ذنبي ايه؟ انت فوق راسي من فوق. الله يخليك، انت اللي فوق راسنا كلنا. لا انا بتكلم، انا بس بقول لك على حاجه. ايوه نرجو ايه؟
اصل الموضوع ده موضوع يتعلق بالغرض. يعني اننا إيه ما هو نلعب الغرض؟ بالشرفاء، اشمعنى وقفت على دي؟ يعني نستغل الشرفاء بالطريقه دي عشان نخدعهم ان هم يجيبوا لنا معلومات. ما هو انت لو دخلتي في هذا الموضوع، موضوع واسع، انت واخد بالك؟ ايوه. ومن هو الشريف ومن هو غير الشريف؟ يعني بقول لك ايه؟ يعني بقول لحضرتك ايه؟ يعني الموضوع انا شخصيا ما استخدمتوش في الجهاز. انا كنت لسه هسألك. لكن انا بقول ايه؟ ليس خطأ من المخابرات في عهد السيد صلاح نصر ابدا انه قام بهذا. استخدام الفنانات؟ مش لازم فنانات، اي سيد. السيدات. اي سيد. ايوه. فليس استخدام الجنس. إيه الغرض ايه؟ ما هو الغرض لاستخدام هذا الموضوع؟ هل انه يمسكوا ورقة ابتزاز على شخصية معينة، على مسؤول معين؟ ما اسمهاش ابتزاز، هي اسمها سلاح. ايوه. تحاربي به العدو بتاعك الذي يريد ان يهدد الامن القومي بتاعك. شرعته كل الأجهزة. لكن مش بالضرورة يكون عدو، ممكن يكون مسؤول، شخصية كبيرة مسؤول. طيب أنا بقول نحيل الموضوع على المفتي عشان يمتي بالك. لا ده عمل غير يا ستي، لا أخلاقي وضد الدين تماما. ما هو غير ما أنا بقول لحضرتك السياسة كلها غير أخلاقية. يعني إيه؟ ما فيش حاجة تربط بين السياسة وبين الأخلاق. يحكى عن تشرشل، أيوه، راح يزور مقبرة من المقابر، صديقه توفي وراح يزور يقرا الفاتحة عليه. كويس كده، يعني يزور قبره. يزور قبره، مش هيقرا الفاتحة. طيب. فلما راح وجد مكتوب على القبر الآتي. هنا يرقد مستر جونز كذا، الرجل السياسي ذو الأخلاق العالية وبتاع وحاجات زي كده. فرفع البرنيطه بتاعته وقال انا ما كنتش اعرف ان التابوت بيدفن فيه جثتان، جثه سياسي وجثه الرجل ذو الاخلاق الفاضله. والا كانت العمليه بقت حاجه ظريفه جدا. السياسه كده اللي تغلبه العبه، الاكل ربنا ما حرمش، ولكن لما تقتلي دفاعا عن الوطن او تقتلي دفاعا عن الوطن يبقى استشهاد. اللي تغلبه العبه. يعني المخابرات تستغل نقط الضعف البشري بما فيها الشذوذ الجنسي والمخدرات والادمان. هي عمليه التجسس، استغلال ضعف السلوك البشري. حضرتك موافق على استغلال؟ قد يكون. طبعا قد يكون نقطة الضعف فلوس. قد تكون نقطة الضعف جنس. قد تكون نقطة الضعف إدمان. كذا 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 كذا. إذن أنت بتستغلي، وحتى في الحرب ما بتهجميش على الحتة القوية، بتهجمي على الحتة الضعيفة. الواحد ما بينطحش دماغه في الحيط. إذن العملية التعامل كله مع البشر بتستغلي نقطة الضعف. نقطة الضعف. أنا بستغل نقطة الضعف. أنا لو تيجي أنا ليا أنا. أي. أنا ها؟ ما أحبش أستخدم هذا. ما تحبش الديرتي ورك. لا 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 لا. تحب الديرتي ورك. مش أحب. المسألة ما فيش حب ولا كراهية. ده الحكاية قدامك وسيلة. حب إيه وكراهية إيه؟ بتستخدم وسيلة العمل القذر. هقول لك على حاجة. في المخابرات توافق عليها. هقول لسيادتك على حاجة. نعم. إذا أردت أن تدخلي غابة السياسة، خذي عاطفتك وحطيها في الفريجيدير، تتجمد واشتغلي على هذا الأساس. حضرتك عملت كده؟ مفيش حب ولا كره. أنا لم أحب ولا أكره في السياسة. هل ترغم إنسان، يعني لو بنتكلم بنقول العدو نقطة ضعفه مثلا رجل مسؤول، نقطة ضعفه الجنس. نعم. هل ترغم إنسانة شريفة لا ترغب في ذلك على إنها تقولها تعالي دي خدمة وطنية أديها للوطن وهي مش عايزة سياسة ولا لها دعوة بحاجة؟ فنانة مشهورة مثلا عرف عنها هذه القصة وقالت إن صلاح نصر حاول إنه يرغمها فهربت برا البلد. قالوا كده.
قالوا كده غلط. حضرتك موافق على ارغام ولا تديها بقى الاختيار؟ لا مش موافق غلط. امال هو اتحاكم ليه؟ وارغام ده خد 40 سنه. ايوه ما احنا قلنا نبعد عن اشخاص. هو ليه؟ لان الغرض لم يكن غرض للخدمه العامه، كان الغرض غرض شخصي. الفنانة فاتن حمامة قالت أنها تعرضت لمثل هذه المضايقات. يسأل عنها السيدة فاتن حمامة والسيد صلاح نصر إذا كان ينطق الآن. اعترف في 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 مذكراته أنه هو كان بيستعمل الابتزاز لإخضاع العاملات على إن هم عشان يشتغلوا معاه. عشان يشتغلوا معاه. المحكمة قالت مش كده. قالت لا ده كان بيستخدمهم لأغراض شخصية. يعني المحكمة أقرت استخدام الوسائل القذرة في أعمال المخابرات، لأن كل الصراع والقتال لا يجري بين 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 الفضيلة والفضيلة. بس حضرتك ما نتحدث عنه أصبح قضية انحراف المخابرات. تماما. وأنت تدافع عن انحراف أنا المخابرات. أنا لا أدافع، أنت فهمتني غلط. أيوه. أنا بقولك الغرض. الغرض إيه؟ مدكات المحكمة. أيوه. الغرض إيه؟ الغرض خدمة للوطن. خلاص. مش خدمة للوطن وحاجة شخصية يبقى مش صح. يعني كوني واحد أسلطه يفتح خزنة عشان يسرق الفلوس اللي فيها، لا انا بفتحها عشان اخد وثيقه من الوثائق. لكن المهم الغرض. الغرض الغرض اذا كان غرضا قذرا يحقق هدفا نبيلا، انت بتعمل ايه في المخابرات؟ هدف هدف لمين؟ للدوله. اعتماد خورشيد، نعم، هل كانت شاهدة بالفعل على انحرافات صلاح نصر؟ هل التقت بك وبالرئيس عبد الناصر وتحدثت معكم وحكت لكم عن انحراف جهاز المخابرات؟ وهل كانت متزوجة من صلاح نصر؟ أنا لم ألتقي نهائي باعتماد خورشيد. هي قالت إنها قبلت. هي تقول. وإنها حكت لك عن انحراف. هي تقول. أنا بقول مش هي. أي. أنا اللي بقول لم أقابلها ولم تقابل عبد الناصر. عبد الناصر كان فاضل الكلام ده. ما إيه؟ قصتها مع صلاح نصر؟ نعم. كانت متزوجة من صلاح نصر؟ مش عارف والله ما عارف والله ما عارف. لكن السيد أنا لم أقابلها ولا أعرف شكلها. وقابلها ليه؟ عشان تحكي إيه؟ عن تحكي لي أنا ليه؟ ما في لجنة التحقيق. بقى هو أنا كنت بدور بابن الملاجئ وبجاهد وبودي وبصير وزاره حربيه ووزاره وبتاعه المخابرات وحافظه قبل اعتماد رشدي؟ ليه اعتماد اسمها ايه دي؟ خرشت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هي تقول